تشاهدون في هذا الفيديو. افتح عيني. المبلغ اللي انا حطيته هون رح يتحول بس المبلغ اللي انت فكرت فيه. 8 شو شوت بقى صباح الخير. اليوم في فيديو مختلف كليا وغريب نوعا ما. اليوم حمقلب اصحابي الموجودين هون بدبي، طبعا ما كلهم موجودين بس يعني الموجودين هون حمقلبهم ونشوف شو ردة فعلهم من هذا الساحر. طبعا هذا الساحر شغل كبير على فكره، يعني هذا الساحر عمل معي كم سحر، قلت لا لازم اعمل فيديو يوتيوب. يس ايها الساحر اين انت؟ انا بالخارج. وين ما عم لاقيك؟ لقني لقني هون هون، تعال تعال. هلو. عندي فكرة، شو رأيك تعملي دراما؟ شو؟ الناس اللي جيتك على اليوتيوب تعمل لهم دراما، نعاودوا اللقطة، ندخل بيك بالسيارة، واكتب عملت حد. اوكي يلا يلا اوكي خير. وتصور. بس اوعى تضربني أنا، يعني تمثيل تمثيل. أوه 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 شيت، نوت جود. أخ أنا فكرتك عم تمزح. بصراحة المتابعين حيكرهوك هلا. تمثيل في تمثيل، هي تمثل ما تمثيل. شو تمثيل؟ شو لك شو عمل في رجليك؟ هلا والله. يو يو واتس اب برو، كيف حالك؟ هلا والله. اوكي اليوم شو بتسوي اليوم؟ كارولين معدية، ها مشكلة، اوكي ها مشكلة اكيد. اوكي اليوم حنعمل معك تريك بسيط ونشوف شو ردة فعلك. اوكي خلينا نشوف شو ضياء حيعمل. طبعا انا قالت له يعمل شيء كثير قوي، خلينا نشوف كيف حنبهر مو. اوكي شوف انا عندي سؤال دائما يجيني بالخاص، ليش ما تخلي الفلوس تصير اكثر؟ أوكي. شوف انا عندك فلوس، اوكي فلوس شوية أكثر منها. أكثر؟ بدك أكثر؟ شوف يعني هاي أوكي. مش ناخذ الفلوس هذو، تريك هذه أنا نعملها بصندوق سحري. أوكي. أوكي؟ خذها. أول شيء حاب نوريك إنه عندي صندوق فاضي، أوكي؟ ما في ولا شيء. فاضي صح؟ تمام؟ فاضي. أوكي، حط الفلوس كل هون. كله؟ يس. شوف، مش ناخذ الفلوس ونخليهم أكثر، طب حطها. بتقدر تحول لي إياهم لعندي على البنك؟ أنت تتكلم جد. ناخذ الفلوس نحطهم كلهم هون. أوكي. كل هون. ونعمل هيك، سكر عليهم. تمام؟ بعد ما سكرت مش نعمل 1 2 انت فكر فكر بس في المبلغ كثير اوكي حابب يكون موجود هون، ما تقول بس فكر فيه. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? 1 2 3 افتح عيني. اوكي المبلغ اللي انا حطيته هون راح يتحول بس للمبلغ اللي انت فكرت فيه. المسخره. انا بفكر مليونين و انت فكرت في بليون وتشيك، وين فلوسي؟ فكرت في 5 درهم صح؟ لا ابدا لا. شو انا بعطيك يعني 200 درهم على هي الخمسه؟ شكرا اوكي خذ خذ الخمسه يلا مع السلامه. شكرا جزيلا، هنا كانت التريك بتاع ذا. ثانك يو سو ماتش، مع السلامه. يا حرامي فلوسي فلوسي. هو ساحر عظيم. اول شيء نحب نوريكم للكروت تكون مختلفين صح؟ اه مظبوط. اوكي يمكن تخلط الكروت. خلطهم؟ يس. سلم الخلط لملك الخلط. استلم يا كبير. على طلق لوريها. ايه لا خلط ورقتها. حابك انت اليوم تعمل نفسك مجاجي، تعمل نفسك ساحر، اوكي؟ اوكي. اعطيه الكروت وخليه يختار هو اي ورقه هو يحب عليها. شو؟ حبيبي ساحر يا كبير. عم تسحرنا. نقي ورقة. اوكي هات لنشوف. برو. اوكي. انت تعرف الكارت اللي هو اختارها؟ ما تعرف صح؟ نعم. انا ما لمست شيء صح؟ هو اللي اعطاك الكارت وهو اللي خلط الكارت وانت اخترت اي ورقه انت تحب عليها. صح؟ هو عم ياخذني بالعجقه بده يعمل شيء؟ انا عشان صافي ما بيعمل شيء. مزبوط. اوكي اوكي شوف حابب اعمل معك شغله بسيطه، واصلا ما نمسكش الكارت بايدي ابدا بل بس نحاول نقولها من خلال عقلك. حاول تقول هذا الرقم كثير مرات، مثلا لو انت اخترت رقم 7 حاول بس قول 7 7. لو اخترت مثلا 3 قول 3 3. هو بس فكر فيه. 5 5 5. اخترت 5 صح؟ من الاوراق الكل اخترت بس 5 قلب. فاجئني صحيح؟ عن جد؟ او لا؟ والله العظيم. طيب هو اعطاني اياها صح. شو 5؟ شو 5؟ شو 5؟ جاب لي اياها، جاب لي ورقه ثانيه. هو من جاب لي. انا ما لمست شيء، انا ما لمست شيء. يعني خلص الكروت. انا انصدم. انا انه انا البندوق بالسحر بكشف الساحر، اعتم بس انه ما ضهر شيء الزلمه. يلا خلص الكروت. خلص الكروت؟ يس. والله انا بدي انت ما بتعرف تخلص. ها ها ها. يا لطيف الله، ها خلطه.
ركز معي. انا ساحر ولا انت ساحر؟ انا صديقك. انا ما بدي اخليه يعرف. انا كيس بطاطا. ماشي؟ اوكي. يلا. نقي لي ورقة صعبة. نقي لي ورقة صعبة. ايه وحدة من هول هيك مش مبينين شيء. خليه ما يعرف شيء. لك اسحبها اسحبها. يلا ارجينا. ورجيني ممنوع بس ممنوع ما ترجعي. انا وكارولين بس. لا خلي هو يشوفك. ويلا يلا تمام ويلا ها وما في احتمال انا زلمه خي بعد خليت بعد اوكي مش رح المس خليهم هم هذم بعد وخلي هذه بس هون هون امام الكاميرا بس حاول تقول الرقم كثير مرات في بالي لا ما تقول غيره لو قلت غيره رح اخطئ باي ذا واي مثلا لو اخترت 7 وقلت 9 رح اقول 9 انا فهمت اوكي بدها يعرف بس مستحيل بس فكر في هذا الرقم يلا بس انا نو هذا الرقم اوكي ويت صديقي ركز بس في هذا الرقم ما تركز باي رقم اخر لو 5 قول 5 اوكي 8 8 شو شوت بقى اسمه حرب ما فيش يا خيي ويت تمام شوت هو اختار اي ورقه من هون ولكن مش صدفه انه هذا يختار 5 قلب فهذا ايضا اختار 8 لك شو قلب شو قلب يا خيي احنا انا والله بحياتي مر علي سحر انه بعرف بعرف خيي انه واحد خبى ورقه تحت انه انا وياك لعبناها خيي لطفني انا ما عم فوت براسي طيب بعد ما عملت شيء لا فيك ما عملت شيء ليك مالك باخر شيء بقول لك فهمت بك شو بدك شو بدك انا ما بفهم طب زيح انا بدي اعمل له سحر انا بعد امرك اليوم انا بدي اعمل له يلا اوكي يلا خليني اعلمك شو يعني السحر طيب يا كبير من 1 ل 5 او 6 ل 10 من 1 ل 5 نشيل 1 ل 5 6 ل 10 نقي رقم اوكي 8 اوكي هلا شو بنعمل فدي فرجيه لك فرجيه لا تلي حط ايدك هون زي احلى شو بفهم شو راح يصير طبعا قيمه لحظه حط ايدك هون هاي شو الورقه شنقت مني اسود هاي شو صديقي هاي مني اسود ولا لا هاي مني اسود ولا لا صديقي نزلنا اوكي حنعمل هلا فيكم اخر واحد انا بس ناطره اشوف ردة فعله بهيدي بهيدا التريك يلا هذا معصب انا مشوب انا ما عم يمرق السحر قدامي غير ما القطه بس هو ما عم يكمشهم بايده للقطه شوفوا شباب اوكي يلا انا حاليا بعثت صوره لكارولين اوكي تمام بس ولا واحد فيهم يعرف الصوره اللي انا بعثتها اللي حابك تعمله انك تعطيني اي رقم انت تحب عليه انا اقول لك يس اوكي اكتب لك رقم يس بس قول اي رقم 76 طيب تمام اوكي حابب بلس ماينس ملتيبلاي اور ديفايد ماينس اوكي اعطيني اي رقم حابب عليه 1030 1030 اوكي اي وحده فيهم ديفايد اوكي اعطيني رقم 220 اوكي اي وحده فيهم تحب ماينس اوكي اكتب انت الرقم اللي تحب عليه تحب رقم كبير خيالي انت الوحيد اللي تعرف انا الوحيد بعرفه يس تك 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 ارقام كثيره يعني تك 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 كثير الوحيد اللي يعرف انا هون مصوره اوكي شو بعمل تمام اعطيني اوكي حط يساوي يعني اوكي تمام يعني الرقم اللي بين عندي هو 0.5801.05 اوكي يعني الرقم هذا ليش اخترته ولكن في شيء نحب نبينه اي رقم تختاروه واي شيء تسويه يعني ليه سبب هل من الممكن انك تفتحي صوره بالانستغرام تاعك يمكن اعطيني انا افتح او ماي جاد بس 0.58301.105 نفس الرقم اللي انتم اخترتوه وات از ذات لحظه شو لحظه بعث شيء يس اكيد انه هذا الرقم اللي اخترتوه مش محل صدفه صح رح اعمل هيك اروح اعمل باست بس هذا الرقم اللي انتم اخترتوه صح لانه لو اتصلنا بهذا الرقم هذا رقمي هامي انا ويت مش قادر احكي هذا رقم مين هذا وقف يا زلمه انا خي خطي مسكر هذا رقمي انا خطك مسكر انت لا اخي خطك مسكر ويت لحظه انا حاولت اني نتصل عليك انه هاتفك اصلا مش موجود انا حاولت اني نتصل عليك برو يمكن تجيب لي الحقيبه تعبانه كابتن جيب الحقيبه مش راح المس على شيء يمكن تشوف شو في وصل الحقيبه انا حاولت اني اتصل عليك ولكن لحظه رقمك وهاتفك موجودين بنصف حقيبه انا حاولت اني اتصل عليك ولكن للاسف رقمه مقطوع كنت خليك طب كنت خليه بالجزان ونطلع ونروح شو نطلع ونروح صلي على النبي صحيح شو هذا انا تعبان انا من جديد تعبان جوان طه ان شاء الله فكر حيفيد ما يقول لي
عاد هدول هدول بلشوا ولا خلص يلا كات بنشوفكم بعدين يلا نروح نروح يلا ليتس جو يلا ليتس جو اوكي هلا احنا ببيت رامي روي الملك الضحيه المبارشه بضل صفه بالعالم رح نبلش بالتريك اكيد رح نعمل له ماجيك تريك اول شيء نحب نوري اللي الكره تكون مختلفه اوكي كيما فما 5 8 و7 و3 والكره تكون اوكي اللي تحبك تعمله انك تختار اي ورقه انت تحب عليها اوكي بس قول لي ستوب على اي ورقه انت تحب عليها ستوب اوكي خذ عجبتك ولا تحب تغيرها؟ شفتها بالانعكاس؟ لا 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 ما شفتها ما شفتها يلا تحب تغيرها ولا تخليها؟ لا خلص احلى ورقة باخذها بحياتي اوكي يلا كارولين امشي يلا اوكي رامي اعطيني كارت ايوه شوف يمكن تفكر اسم شخصية معروفة؟ فكرت؟ ايوه اوكي يمكن تقول ويل سميث ويل سميث؟ رح اخذ هذه الورقة مين تختار؟ الورق تبعك غالي ها؟ عادي اوكي اوكي عادي ما بدي اوصل حريتك اكثر من عادي عادي رح اخذ الكروت هذوم اللي انت عملتهم خليهم نجيب ايدي هون بس ناخذ الكروت ونحطهم هنا هون اوكي؟ شوف ركز معي لو انا وضعتهم هون او مثلا 1 2 3 راح ردت فعل احنا خبرنا يمثل احنا خبرنا يمثل انا حابب نوريك اللي صار انه الورقه انت اخترتها صح؟ حالك وانت اخترت ويل سميث الورقه راحت اوكي كنت تكون الرقم شو هو؟ قول هلا يس اس اس ايس بلاك اور واتش وان احمر احمر يعني اصفر اور دايموند دايموند هذا بيتك وانا اول مره نجي لبيتك ولكن لو شفت ايش تلقى في هذا الحين في شيء وات ورقه موجوده هون بالليسر اوكي شو اسم الشخصية اللي اخترتها؟ ويل سميث ويل سميث يمكن تاخذ الورقة تشيل الورقة وشوف شو مكتوب ورا الورقة ورا؟ يس يمكن تشوف شو مكتوب وراها بس ويل والله حقيقي أنا متفاجئ يا جماعة الشخصية اللي أنت اخترتها أنت اخترت ويل سميث؟ وعلى نفس الورقة اللي هو اختارها اللي اوريدي احنا قطعناها. اوكي حبايب قلبي نحن نكون وصلنا معكم لنهاية الفيديو، طبعا شكرا كثير لجهودك وعن جد انك مبدع. هيدي بحسها يعني هيك موهبة وجايك بفطرة صح من انت وصغير؟ شو؟ اوكي شكرا لك طبعا ما بدنا ننسى انه ندعمه تحت بصندوق الوصف رح تلاقوا حسابه الانستغرام وقناته اليوتيوب، كمان في فيديو انا ويا نزلناه سوا تقدروا تروحوا تحضروا الفيديو، وغير هيك كل الاشخاص اللي شفتوهم معنا حيكون كمان حساباتهم تحت بصندوق الوصف. اوكي هذا الفيديو وصل 50,000 لايك انا نعلمكم ماجيك تريك. اوكي نايس يلا حبايب قلبي ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك وتعملوا شير يلا تعملوا كل شيء كومنت حلو مزيان ثانك يو باي بنشوفكم بالفيديو الجاي باي باي.